مساء الفل للناس الكل. شباب، الفيديو النهاردة بتاعنا سريع، حاجة عملتها وحبيت ان انا افيدكم بيها. فيديو النهاردة عن ازاي تعمل ابجريد للماكينة بتاعتك، سواء السيريتيت او الاكزيست. اللي معانا دول ثلاث مكاين سيريتيت، السايز ال 3000 اهي، اوكي، وال 4000 وال 5000. تعمل ابجريد ازاي؟ انك تعدل فيها، تعمل تعديل يفيد الماكينة ويسرع الماكينة. يعني مثلا هنا السيريتيت بتيجي بعشرة بول بيرينج، ازاي اخلي العشرة دول 12، ازود 2 بول بيرينج اضافيين. طب يا عم طه، البيرينج الاضافي دون لما زوده في الماكينة هيعمل لي ايه في الماكينة؟ كل ما كان البول بيرينج او رمان البلي بالعربي اكتر في الماكينة، بتبقى الماكينة سموز اكتر. يعني في فرق، في مكاين مثلا عندك الكروس فاير بتيجي بول بيرنج واحد، لك ان تتخيل دي 10 بول بيرنج. فيديو النهاردة او حلقة النهاردة السريعة اللي انا عايز اعملها، ان هخلي الماكينة بدل ما هي 10 بول بيرنج هخليها 12 بول بيرنج. افضل حاجة هنا في بلو ووترز، المكان اللي انا بشتغل فيه، انه عندنا مركز صيانة معتمد من اليابان او من شركة دايوة تصليح مكاين دايوة، كلها قطع غيار أصلية. طبعا حتى الماكسيلد موجود، بس عندنا يمكن المركز الوحيد الموجود عندنا الماكسيلد للدايوة يمكن في الشرق الأوسط. مش بس بنصلح مكاين دايوة، وبنصلح جميع المكاين. هوريكم في الفيديو دون ازاي تزود البول بيرينج. هبدأ معاكم. انا طبعا شلت الماكينة، فتحتها زي ما انتم شايفين. نرجع تاني، ده بيبقى جوه تمام، وده بيقفل عادي. مجرد ان انا بشيل، والقطعة دي بتبقى تحت، بشيلها وبفصل السبول تمام. قطعة، ركزوا معايا، القطعة اللي جاية دي هي دي اللي انا هشيلها. القطعة البيضة دي اللي انتوا شايفينها هي دي اللي انا هشيلها، وهيبقى مطرحها بدل ما هي بلاستيك هزود بول بيرنج تمام. خلينا نشوف مع بعض ازاي. ترفع طبعا لفوق زي ما انت شايف، دي القطعة زي ما انت شايف كده، قطعة بلاستيك مفيش فيها اي حاجة. طبعا دي مع الضغط، مع ممكن يدخل هنا مية، مش سموز تمام. هشيل دي، هجيب نفس المقاس، يعني هجيب نفس، مش اي بول بيرنج اركبه وخلاص. خدت بالك؟ لازم بقيس ابعاد البول بيرنج. بقيس ابعاد البول بيرنج ازاي؟ طبعا باخد ابعاد البول بيرنج من هنا، بقيس الابعاد بتاعته تمام. جوه بقيس الارتفاع بتاعه تمام، وبقيس العرض بتاعه. طب اول واحد ده يا عم طه ابعاده ايه؟ يعني اول واحد ده ابعاده، الابعاد بتاعته ايه؟ ده أول واحد 7 × 11 × 2.5 ملي. ممكن ما تلاقيش الارتفاع 2.5 ملي، ممكن نجيب لو ما لقيتش، يعني 7 × 11 × 3 ملي هيمشي معاك، في ده هيمشي معاك. لكن البول بيرنج التاني لازم نفس الارتفاع بالظبط. شلنا ده وهوريكم التاني البول بيرنج وهو بيركب. ادي البول بيرنج نفس المقاس، نفس كل حاجة. انا مجرد ان اشيل البلاستيكة دي خلاص، ارميها او احتفظ بيها وتظهر، مش محتاجها تاني، وهدخل مطرحها بول بيرنج. ده بول بيرنج او رمان بلي زي ما انت شايف، مفيش حاجة يعني، فاهم؟ انت ما بتعملش حاجة، مش تصنيع صواريخ. انت بتشيل دي وبتركب البول بيرنج وبترجع تقفل الماكينة. طبعا ده زي ما قلت بيخلي الماكينة اكتر سموز، بتبقى سلسة في اللف. كل ما الرمان البلي زاد في الماكينة، كل ما انت حسيت بسلاسة في اللف. طبعا انتوا كلكم ما شاء الله، يعني
يعني صيادين واكتر مني وفاهمين موضوع الرمان البلي لما بيزيد في الماكينه بتبقى الماكينه اسرع. زي ما انت شايف انا ما عملتش حاجه، انا شلت البلاستيك وحطيت رمان بلي، ده اول رمان بلي. برجع كل حاجه مطرحها زي ما كانت، كل حاجه مطرحها. دي الوشارات طبعا، فايده الوشارات ان هي بتعمل بالانس عشان الخيط يبقى مظبوط، لا يبقى بيتلف تحت ولا فوق، ولا فوق اكتر ولا تحت اكتر. ده فايدة الوشارات اللي هي دي، وبيجم اكسترا زيادة يعني غير محطوط في الماكينة، بيجي زيادة في كل علبة ماكينة، يعني حتى المكاين اللي هي من اول 200 درهم بتيجي. طبعا خلاص غيرت، كانت 10 بول بيرنج او 10 بول بيرنج بقت 11. صح معايا بقى عشان ده البول بيرنج التاني، فهتشوف الوقت. طبعا بزقه ومجرد انت بتزق من ورا تمام خرج. شوف ده بقى مش بلاستيك، دي قطعة ووشر مصمطة مفيش فيها بيرنج داخل. شاف على راحة ايدي مفيش فيها حاجة، ووشر عادي. طب وانا ليه لما انا اقدر اجيب بيرنج يخلي الماكينة اسلس واسرع ارمي ده واركب ده؟ الماكينة بقت بدل ما هي 10 رمان بلي بعد اضافة القطعة دي والقطعة دي بقت 12 بول بيرنج. كده انت عملت كأنك عندك عربية مثلا 1300 سي سي، قمت شلت ال 1300 سي سي وركبت عليها 2000 سي سي. يعني انت عملت تعديل يسرع الماكينه يخليها سموز اكتر زي ما بيحصل في السيارات. الوقت بنعمله في مكاين الصيد. هوريك نفس الموضوع. دخله تاني هو مطرح الووشر ده، طبعا ووشر الومنيوم، دخله هيرجع يركب عليه السوسته ويزقها عليه. طبعا يا جماعه احنا هنعمل ده في الثلاث مكاين، يعني احنا هنعمل الموضوع ده في الثلاث مكاين، سوسته زي دي بس صغيره اختها الصغيره تحت، وركبنا زقينا نرجع نقفل عليها ونرجع كل حاجه مطرحها. بدل الماكينة زي ما انا قلت 10 بول بيرنج بقت الماكينة 12 بول بيرنج، ورجعنا كل حاجة مطرحها. طبعا زيادة الرمان البلي او زيادة البول بيرنج ده انت ما بتحسش بيه وانت بتلف الماكينة كده في البيت، او انا لفتهولك في الفيديو قدامك انت بتحسش بيه. بتحس بيه اكتر شيء لما تضرب معاك سمكة محترمة، بتحس ان الماكينة سموز. ده القطعتين، واحدة بلاستيك وواحدة ألمونيوم، اتحط مطرحهم 2 بول بيرنج، بقت الماكينة 12 بول بيرنج بدل ما هي 10. زي ما انت شفت الماكينة مكتوب عليها 10 بول بيرنج، طبعا مفروض نشطب كده ونكتب 12. ده فيديو كان سريع حبيت ان انا اشاركه معاكم، لانه في شباب بتسال ما شاء الله، يعني بيسالوا في التفاصيل 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 ما شاء الله، وصلوا من الخبره. وانا مبسوط جدا ان اللي بيرد على الكومنتات، لو انا مش بلحق ارد على كومنتات، اللي بيرد على الكومنتات متابعين في القناه، يعني مش بزعل. في ناس تقول لك انت ليه بترد على، ما شاء الله ده دليل ان الناس اللي بتتابعني عندي في القناه ناس فاهمه وواعيه وعارفه يعني ايه الصيد، وانا مبسوط ان الناس محترفة بتتابعني. اشوفكم في فيديو جديد، وكان معاكم طه من فيشنج روك تي في، في امان الله.